تؤيد الاستمرار بالنهج الدستوري والمحافظة عليه. نعم. الآن سمعنا بعض التصريحات من قبل بعض النواب بين قوسين في الغالبية البرلمانية، وعلى سبيل التحديد الدكتور النائب الفاضل الدكتور وليد طبطبائي ذكر بأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة رئيس وزراء شعبي، وسيكون سمو شيخ جابر المبارك آخر رئيس وزراء من الأسرة الحاكمة. تعليقك على هالكلام؟ أعتقد أن يعني هالأمور هذه من الأشياء الحقيقة اللي احنا نتجاوز فيها اليوم الدستور، لأن بنص المادة 56 من الدستور سمو الأمير هو من يختار رئيس الوزراء ويعينه، وأيضا يختار الوزراء بناء على الترشيح من سمو رئيس مجلس الوزراء. اليوم هذا أيضا تجاوز الحقيقة، أن احنا والله نريد رئيس وزراء شعبي، تعتبره تجاوز على الدستور. أنا أعتقد اليوم إذا فعلا كان هناك إصرار، يعني لو طلع إنسان دون إجراء تعديل دستوري ويقول نريد رئيس وزراء شعبي، يا أخي مو صلاحيتك، ولا أنت من يقرر، ولا أنت من يوجب هذا الأمر، من يقرر هذا الأمر سمو الأمير، وهذه صلاحية ممنوحة له. النهاية يقولك أنا نائب ومثل أعبر عن رأي الأمة، ومطلوب مني التشريع، ليش تصادر حقي في التشريع أيضا؟ تمام، إذا التشريع فالتشريع له قنواته، التشريع له قنواته، ومعنى ذلك بأننا نعدل الدستور تعديل مادة 56 بأن يكون رئيس الوزراء الشعبي بناء على اختيار المجلس، بناء على اختيار استفتاء شعبي وغير ذلك، خليه يغير الدستور. إذا أنت تريد هذا الأمر من خلال قناة دستورية، من خلال تعديل المادة الدستورية، إحنا معك، إحنا معك بمعنى أنك تخضعه، مو معناك برئيس الوزراء الشعبي، لا، أنا لازلت عند رأيك السابق، عند رأيي السابق بأن ترفض رئيس وزراء شعبي. نعم، أنا إلى هذه المرحلة، إلى هذه اللحظة أرفض رئيس وزراء شعبي،